Bonjour tout le monde. اليوم حنديروا un cheesecake. عندنا البسكويت وعندنا لاموس و فرماج. alors نبداو بالبسكويت دابور. هنا البسكويت سي لو بسكويت اللي نستعملو toujours في لي cheesecake تاعي. alors شوفوا كيفاش خدمتو. هنا عندي لا مارغارين عندي 100 غرام. لازم تكون تمبيراتور امبيونط. هنا الفارينا عندي 200 غرام فارينا. عندي اون كويير ا ديسير لا فاني وعندي 100 غرام دو سكر غلاسا. تقدروا ميم هنايا في الفارينا تنحو 50 غرام تاع فارينا ترومبلاسيوها باللوز يكون بالقشور ولا بلا قشور. الحيوه بيان وخلطوه مع الفارينا. فوالا هنا البسكويت تاعنا حنديرو على فاني ولا حبيتو ديرو لو بسكويت تاعكم او شوكولا هنا تقدروا تنحو 20 غرام من الفارينا ترومبلاسيوها بالكاكاو الوغ نبداو في لا روسيت تاعنا هنا نضربها شويه بالباتور لا مارغارين تاعي نطريها شويه قبل ما نحط لها 100 غرام دو سكر كلاص فوالا نحط هنايا 100 غرام تاع سكر كلاص بيان سور لازم نصيروه هنا نحط لها الكويير ا ديسير تاع لا فاني فوالا هنا نخلط باش السكر ما يطيش عليا فوالا هنا نخدمو ان بون كريماج هنا نزيد الفارينا اللي قلنا 200 غرام ندير لابانسيت سالا فوالا هنايا لو سابلي تاعنا براتيكمون راه واجد فوالا هنا نخلط بيديا فوالا شوفوا هنا لاباط كيفاش تكون تجي مرمله دوك هكذا نحكم ان بلاطو وندير بابي كويسون و بيان سور راني شاعله الفوق تاعي 180 درجه مئويه دوك نجيب البلاطو فوالا ونحط البسكويت تاعي فوالا لو سابلي تاعي دوك نطيبو على 180 درجة مئوية طون دو كويسون ماكسيموم 10 دقائق حتى 15 دقيقة شوفوا البسكويت تاعكم خلوه يتحمر بيان دوك انا البلاطو تاعي نديرو في الفوق وهذا نديرو في ان دوزيام بلاطو كي يطيب لي نقولو ليكم ان شاء الله فوالا شوفوا لي سابلي هذا مخرجتو من الفوق طون دو كويسون شد لي 15 مينوت خلو لو سابلي تاعكم بيان يتحمر باش يجيكم بنين لو تشيسكيك فوالا دوك هكذا نخليه يبرد ونكملو لا سويت فوالا شوفوا كيفاش يكون هذا لو بسكويت هي دو بريفيرونس خلو حتى يبرد فوالا هذا هو لو بيسكوي اللي حنديروه في كيسكيكه هنا درناها لا فاني كي تحبوا ديروه او شوكولا نحو 20 غرام لا فارين اونبلاسيوها ب 20 غرام تاع لو كاكاو فوالا فوالا هذا هو البسكوي نخلو حتى يبرد دوك هنا واش ندير هنا نفتتو كامل البسكوي تاعي فوالا هنا عندي لو لي كونسونطري عندي 100 غرام تاع لو لي كونسونطري وعندي 100 غرام تاع لا مارغارينا دوبتها هنا لا كونتيتي تاع لو سابلي تاعي لازم يكون 400 غرام الوغ نحط لو لي كونسونطري اللي قلنا 100 غرام نزيد لا مارغارين كيف لا ميم شوز 100 غرام فوالا نخلط مليح لازم يتخلطو بيان لي 3 انغريديون فوالا كي نشوف لي 3 انغريديون تخلطو بيان تريونكل حندير لو تشيسكيك تاعي نديرو في ان تريونكل تقدرو ميم لو تشيسكيك تاعكم ديرو في مدور ولا في كاري ليسونسيال هاد لا كونتيتي تاع لو تشيسكيك اللي حنديرو معاكم اليوم يجي في اطار ولا درتوه مدور تاع 26 سنتيمتر ولا درتوه كاري 26 على 26 سنتيمتر ولا كان عندكم اطار صغير واش يقعد لكم لو تشيسكيك ديروه في ليفيرينا
حكمت الكارتون تاع لا باتيسري قطعت على حسب لو تريانغل ديالي حطيته من تحت وهنايا عدت لو فيلم اليمونتير دوك هنا نحط لي بيسكوي ديالي نمشي قال لي بسكويت تاعي فوالا ديروهم ميم نيفو شوفوا ولا درتو في اطار مدور يجيكم ساهل ولا درتو في اطار يكونوا فيهم لي بوينت لي بوينت خدموهم مليحه فوالا دوك هكذا نخلي دو كوتي نجوزو نديرو لاموس او فرماج فوالا هنايا باش نديرو لاموس او فرماج هنا عندي لا كريم فريش طلعتها بالبيترام هنا عندي 300 غرام استعملت هذه ديروا لا كريم فريش اللي ما تكونش حلوه انا توجور لي كاتو تاعي نستعمل هاد لا كريم فريش باش ندير ليكيليبر مع السكر الوغ درت 300 غرام طلعتها بالبيترام فوالا شوفوا طلعتها بيان فيرمه فوالا هنا عندي سكر كلاص عندي 120 غرام تاع سكر كلاص عندي اون بواط دو ماسكاربون تاع 250 غرام عندي 3 بواط تاع ياغورت ياغورت ناتور سكري هاد الياغورت يجي بنين في لاموس وفرماج هذا ياغورت طبيعي مسكر نديرو 3 بواط فوالا وهنا عندي لي في دو جيلاتين درت 3 في دمية فوالا هنا طريتهم في الماء ما حبيتش نخليهم بزاف في الماء غشت لي في دو جيلاتين تاعي طراو عصبتهم نحيتهم من الماء فوالا كما قلت لكم عندي 3 في دمية وهنايا الحليب عندي 100 مليلتر هنا الحليب تاعي نسخنو باش ندوب لا جيلاتين هنا حنستعمل الحليب برك باش ندوب لا جيلاتين الوغ الحليب تاعي نديرو فوق النار يدفى لي شويه باش ندوب فيها لا جيلاتين ونبداو في لا روسيت تاعنا الوغ نبداو هنايا دابور نحطو ماسكاربون اللي قلنا 250 غرام شوفوا الماسكاربون كي تسيبوه هكذا يا شايد روحو تعرفوا باللي ماشي فاسد ولا شفتوه طري تعرفوا باللي راهو فاسد دا ونزيد لي 3 بواط يا ناتور سكري لا دوزيام بواط et la troisième boîte. Voilà, je fais les petits juste ils seront pas comme. On a pas qu'ils seront les petits, bah mais ils seront plus bizarres. Voilà, on a un hâtelon, les trois feuilles et demi, t'as la gélatine. On a avec des deux bois. فوالا نحرك مليحه فوالا كي نشوف لي في دو جيلاتين تاعي دابولي دوك نخلي الحليب تاعي يبرد مليح هنا نخلي دو كوتيا هنا حطيت في ريسيبيون اون بواط دو ماسكاربون تاع 250 غرام وزدت لها 3 بواط تاع ياغورت ناتور سكري الوغ نضربهم شويه بالباتور فوالا هنا نزيد لهم 120 غرام تاع سكر كلاص بيان سور لازم نصيروه شوفوا هنا نقعد نضرب بالباتور حتى نشوف لو ميلونج تاعي ولا ليسا فوالا هنا زوج دقايق وانا نضرب فيها بالباتور لازم لو سكر تاعي ما يوليش يبان لو سكر كلاص لازم يدوب لازم نشوف لاباري تاعي تولي ليسا الوغ دوك هنا نحكم الحليب ديالي اللي قلنا 100 مليليتر اللي فيها 3 في دمي تاع لا جيلاتين نحطو بشويه بشويه ونضرب بالباتور بيان سور الحليب تاعي راهو بارد
salade au principe proche du batteur. La crème fraîche, les qu'on appelle la table pétrin, un des 300 grammes. Voilà, la crème chouille, la crème fraîche. On le chalote. Je préfère un crème fourré. هنا مع الاول كنحط لها الكريم فريش ونخلط نورمال فوالا ونبدا نحط الكريم فريش هنا نخلط من تحت للفوق شوفوا لا تيكستور كيفاش تكون انا نقول لكم هاد لاموس او فرماج بزاف بنينه dire FIFA n'est pas sucré. Enfin, qui dit le bois à vous. Voilà, je fais la texture. Donc, là, on a le moule d'y aller. Voilà, je fais le moule d'y aller. Je fais un plateau parce que je te le fais. Alors, on a حط لاموس و فرماج بسم الله نمشيها فوالا نكملها كامل لا هوتور تاع لو مول 5 سنتيمتر نجي باش يجي ميم نيفو فوالا دوك هكذا Le moule taille, on dit le congélateur. Toujours on colle comme les mousses qui qu'on fait en la gélatine de préférence bitourne. Donc là, on met au congélateur, il va être la cam là, ou le cheesecake taille qu'on a jeté. On démoule le moule taille, inchallah tu fous rien, on démoule le moule, on coupe comme un morceau, tu fous qui fait chier le cheesecake. Voilà le cheesecake, il donne un macaron, donne un biscuit, j'ai bzaf benin, ou donne la mousse au fromage. Quand comme la mousse au fromage, j'ai bzaf rifa ou benin. Là, quand on a comme étal serré, les cadres comme des dans des verrines. Voilà la recette d'aujourd'hui, l'idée de la maracom, dis-le toujours j'aime, mais je dis comme je dis, à la prochaine.